سلام يا باشا، ده الجو هنا حلو حلاوة. دلوقتي انا عرفت ليه الاسرائيليين متبتين فيها. حد يسيب الجمال ده كله؟ ومفيش راديو هنا ولا كاسيت ولا حاجة. كاسيت وراديو ايه؟ انت ماشي على الكورنيش. اي حاجة برضو تسلينا في السكة يا باشا عشان ما نزهقش. اهو اشتغل اهو. دي اغنية اسرائيلية يا باشا، بتغنيها مطربة عندهم اسمها ليفيانا، بس مطربة قبيحة قوي. كل اغانيها قبيحة، يعني شوف الكلام. اضربني كل يوم، هزقني، علقني. ايه؟ علقني. علقني. شدني من شعري ودوس عليا برجليك، وبعد ما تعمل ده كله هحبك. اموت انا في المعاني الرخيصه دي. واضح ان انت بتفهم عبري كويس قوي يا ابراهيم. امال ايه؟ اصل انا معاشرهم، قعدت معاهم 4 سنين ايام ما كنت شغال في السياحه. يعني عندك مثلا يا باشا الست الاسرائيليه عشان شخصيتها قويه على جوزها تحب الراجل الخشن اللي يفقعها قلمين، تنعم وتطرى في ايده على طول، عكس الامريكانيه. الامريكانيه هبله. عندك بقى الفرنسويه تحب اللذاذه الشياكه. انت هتحكي لنا على مغامراتك النسائيه؟ انت نسيت ياض احنا جايين نعمل ايه؟ ومالك واثق من نفسك قوي كده؟ تعرف يا باشا لو كانوا طلبوا مننا 6 نسوان اسرائيليات عليا النعمه كنت قمت بالليله دي لوحدي. هو انت حياتك كلها كده يا ابراهيم؟ كده ازاي يعني؟ يعني كلها نسوان وتفاهه وهبل زي اللي احنا سامعينه ده؟ لا يا باشا، اصل انا راجل مش مكالكع، انا راجل بحب الحياه. يعني لو مكتوب لنا نموت هنموت. نموت بقى واحنا بنلط ومنصوت وشايلين الهم، ولا نموت واحنا بنغني ونرقص؟ هو مين له نفس انه يفرفش ويغني ويرقص وبلاده محتله؟ احرجتنا احرجتك احرجتنا. الله يجيب. ده انت كبل. حرجتك ايه؟ ده انت كبل. سوق والله رقبتي قد كده. كان فين متفكرش؟ مستر ناجي؟ مش ممكن. ايه المفاجأة دي؟ عفادية. ازيك يا عفادية؟ بسادر بسادر. بارك انك انت بخير، والله وحشتي، وحشتي كتير كتير. ما تقعد معايا شوية.
والله من ساعة ما سبت إسرائيل وإحنا طول الوقت نجيب في سيرتك مستر ناجي. إيه المفاجأة دي؟ بس أنت بتعمل إيه هنا؟ والله يا أفادي يا أخويا، أنا من ساعة ما سبت الخدمة وأنا زي ما تقول كده إيه جات لي حالة قرف، قلت أقلب عيشي. اللقمة اللي تخلص أوام أوام ماشي، إنما بقى اللي هتعمل لي قلب الدماغ بناقصها أحسن. طول عمرك شاطر مستر ناجي. إنما أنت إيه اللي حدفك على هنا؟ والله في تاجر خوخ عنده 10 طن وعايزني أشيله، وإداني معاد هنا. شلومو كوهين. الله، هو اتصل بيك أنت كمان؟ أوعى تعلي عليا يا مستر ناجي، إحنا أصحاب. مقول أعلي عليك برضه، ده أنت حبيبي. وبعدين أنا ما أقدرش أعلي عليك لسبب بسيط جدا. إيه؟ أنا شلومو كوهين. اسمع يا فادية، أنا جات لي هنا لقمة عيش أكل منها الشهد، وأنت عارفني ما أقدرش أكل لوحدي عشان ما أصبرش، عشان كده فكرت فيك. أنت حبيبي مستر ناجي. وأخبار الناس إيه في تل أبيب؟ والله الحال ما يسرش، الشباك رايح جاي يلم في العمال من المحلات، ده أنا آخر مرة قلت نقفلها أحسن، مش جايبة همها. وبتلعبوا فين أمال؟ والله ولا بنلعب ولا حتى بنشوف حد، ده حتى القهوة عند مزراحي ما بقيناش نروح. الظاهر انت اللي كنت مجمعنا مستر ناجي. انما ايه البيزنس اللي انت عايزني فيه؟ شوف يا فادي يا اخويا، انا كلمتك انت بالذات عشان عارفك كويس، انت راجل عملي، ولما تيجي في ايدك فرصة عمرك ما بتضيعها. طلباتك مستر ناجي، انا تحت امرك. قبل ما أقولك على طلباتي لازم أعرفك بنفسي كويس. أنا أبويا اسمه الدولار، وأمي اسمها اليورو. أحسن ناس، وكده إحنا ولاد عم، عشان أنا عمي اسمه دولار ومرات عمي اسمها يورو. دول 10,000 دولار، حطهم في جيبك فوق قلبك على طول. قول لي بقى احساسك ايه دلوقتي؟ مش حاسس انك انت دافيان شويه ودقات قلبك احسن؟ انا خدامك مستر ناجي، اقمر. دلوقتي بقى قول لي على احساسك بعد ما شلتهم من جيبك. مش حاسس ان النبض ضعف شويه وفي كده يعني رعشه بسيطه وفي بوادر شلل مؤقت؟ انت ايدك ساعة ليه كده؟ قول لي يا ناجي بيه، انت عاوز ايه؟ قبل ما تسألني عايز ايه، اسألني هدفع لك كام؟ انا هدفع لك 20 باكو زي دول. كام؟ 200,000 دولار، يعني 1,000,000 شيكل.